حسن، انت قلت بلاغ وذكرت اسمي؟ دقيت للشرطة؟ معقول؟ عن شو كنت عم تحكي معهم؟ قلي شو خبرتهم؟ بعد شوي بتعرفي. انت شو عملت يا حسن؟ انا ما غلطت بشي حتى تبلغ عني. حسن، هاي الطريقة الوحيدة لنرجع على خان تاشكين، والمهم انك رح ترجعي على السجن. هلا لحسن الحظ اني طلعت مثل ابي بالضبط وبعرف اتصرف، بس تجي الشرطة رح يشوفوا كل شي مخبى. انت شو عم تقول يا ابني؟ شو اللي خبيته وشو رح يعرفوا الشرطة؟ كتير جاي عبالك تعرفي، حطيت مخدرات. كيف؟ انت جنيت يعني؟ رح انبسط وقت ياخدوكي، او يمكن لازم ابكي مشان تكون القصة مقنعة اكتر، وقل لهم لا تاخذوا ماما بترجاكم. شو هذا اللي عملته؟ كيف بتعمل هيك شيء؟ انت فكرتيني رح استسلم بهالسهولة؟ اذا انا بدي ضل هون انت لازم تروحي. طيب من وين جبتهم؟ خبرني، بدي اعرف كيف ورطت حالك بهالشغلات يا ابني. ما دخلك، شو مفكرتيني لساتني ولد صغير؟ انا صرت رجال ومن بيت تاشكين. يا ابني لا تعمل شغلات رح تندم عليها لقدام. ما بينلعب مع الشرطة، اتصل وقول لهم انك قدمت بلاغ كاذب. لا تساوي هيك، خبرهم انك عم تكذب عليهم. اعتذر وبتخلص. لا تحلمي فيها. حسن اللي وين خبيتها؟ يلا احكي. حكي عني، تركيني هلا رح يجوا يشحطوكي وبخلص منك وبرتاح بقى. يا ابني لا تساوي فينا هيك، بترجاك. بس لا تخافي، جدي بيعتني فينا وحبيبك بيعتني فيك انت. انا ما عندي حبيب، عم تفهم؟ وبحياتي ما كان عندي، كل اللي سمعته كذب بكذب. ايه طبعا كل الحكي كذب، كله افتراء. يا ابني انا ليش لكذب عليكم؟ انت هلا عم تعمل مثلهم وعم تتهمني بشي انا ما سويته. سهلة مو هيك؟ هن انظلموني كتير مثل ما انت هلا عم تساوي. بعدي دخيلك يا حسن، اللي وين خبيت المخدرات؟ بعدي تركيني اطلع. حسن مشان الله، حسن اللي وين خبيتهم يا ابني؟ تركيني يا حسن. حسن افتح الباب، يلا افتح الباب. حسن حسن بترجاك تفتح الباب. جان يا روحي، شفت أخوك وهو عم بيخبي شي بالبيت؟ بدرية انت شفتي شو خبى؟ يا ربي دخيلك تكون جنبي. ساعدني ساعدني يا رب. وين خباها؟ لك وينها؟ وينها؟ وين خباها يا ربي دخيلك؟ دخيلك يا ربي توقف جنبي.
رح نلاقيها ماما. انت شو دخلك تعال هون؟ بعدي انا بدي ساعد ماما. سكوت انت ما دخلك، خليها تدور لوحدها. اتركي الولد يا روحي، انت استنى برا انا بلاقيها لوحدي. ماشي ما بيزرع هالفلاح، هو بيحصد نتاجه. يا روحي قلي وين خبيتها، والله هلا بده يصير مصيبة. مصيبة، نسيت وينها. هيك الله بده. لا تنسي التواليت، بركي حاطة بقلبه. ليش هيك عم تساوي فيني؟ طلع بعيوني يا ابني، طلع فيني، طلع فيني. أنا وأبوك حاولنا نربيكن أحسن ترباية أنت وإخواتك، بس ما قدرت تكون جنبك هالسنتين. رجعت لقيتك واحد قاسي وبلا رحمة. شو ساوي؟ ماتت أمي فصرت هيك أنا. إذا ما عجبك خليني روح ومنخلص. أبداً ما رح أترككم مرة تانية، أنا ما بتخلى عنك أنت وإخواتك. بنشوف. شوي وبياخدوك، رح يسجنوك 15 سنة. وليش؟ لأنك عم تتاجر بالمخدرات. ما حدا رح يصدق صاحبة سوابق، مو هيك؟ لا تعذبي حالك. شو رح تستفيد؟ أنا أمك يا ابني، بدي كون جنبك وداوي هالجرح اللي بقلبك. لولاكي لكنت بألف خير هلا. فهمي يا بقى، أنا ما بطيئك. مفكر رح أعصب من هالحكي اللي عم تقول؟ بالعكس، كل ما حكيت هيك بكون مبسوطة من جوا. الشخص اللي بتحبه كتير بتكرهه لما يبعد، بتكرهه لما تخسره، ما بتنقهر غير منه. انت قلت من شوي انت اكبر مشكلة بحياتي، وانا رح كون دواك يا روحي. من وقت طلعت من السجن ما باخد بكلامك، لاني بعرف اللي جواتك، ومثل ما انا ما تخليت عن حبك،
انت كمان ما تخليت عن حبي يا ابني. بحبك كتير وبفديكي بروحي ماما. حسن بترجاك احكي وين حاططن، ما ضل معنا وقت. صدقني رح تندم لقدام. لا تظلمني، قلي وين خبيتن. ابني لا تخليني فوت على السجن، بترجاك لا تخليني فوت على السجن. الشرطة افتحوا الباب. مبروك جاك الموت. حسن قول وينهم، قول وينهم. الشرطة افتحوا الباب. افتحوا الباب بلا ما نكسره. قول باريتشيتين. أنا في بلاغ ضدك، إذن التفتيش. يلا تعالوا وقفوا قدامي هون، لا تتحركوا. يلا فتشوا البيت، لا تتركوا مكان. كلكم فوتوا، يلا ما تخلوا مكان ما تفتشوه. يلا ابني يا روحي، لا تخاف ماشي، لا تخاف، أنا هون جنبك، ما رح يصير شي. أنا خايف ماما. يا روحي لا تخاف حبيبي، يا روحي أنت لا تخاف. هون ما في شي. تعال لعندي، هي عندها شغل. تركيني أختي. وهون ما في شيء. وهون نضيف. سيدي ليكن هون، خبيتم بالحمام. هدول إلك مدام؟ جاوبي على السؤال. تمام، على الأقل ما أنكرت القصة. تحكي لنا تفاصيل بقسم الشرطة. يلا جمعوا الأدلة اللي ممكن تفيدنا بالتحقيق. ماما صادروا تليفونا وجيبوا الجزدان تبعها كمان. كلب شوها
ماما. لا بترجعكم لا تكلبشوني. رجع أنا ماما. ابني الصغير كتير بيخاف من هاي الشغلات. ماما ماما جان وقف، تعال هون يا روحي. ماما ابني بدري، اتصلي بجدك خليه يجي ياخدكم. ماما يا روحي انت، لا تاخذوا الماما. يا عمري انا مو رايحه، ما رح اتركك مره تانية. تعال لعندي، تعال يا روحي انت. لا تتركيني. يا روحي ابني، انت هلأ صرت كبير وبتعرف تدير بالك على حالك. ماما لا تروحي تتركينا. لا تخاف من شي، انا هون. خلصينا يا مدام، وانت تعي خدي اخوكي يلا. ماما ابني اسمعني، لا تخاف اتفقنا. حاجة تبكي يا روحي، تعال يا حبيب قلبي. لا تروحي ماما. يا روحي انت، يا روحي ماما. انت بالك شي؟ اعطيني هويتك. ليش بقى؟ هاته وبس. ماما ماما خذوا الأولاد على دار الرعاية، خذوهم كلهم. ليش دار الرعاية؟ أنا بهتم فيهم. خلينا نضل بالبيت. هيك ما رح أقدر أوصل لأولادي. لوين بتخلص؟ خلص أنت لا تخافي، مدام لا تخافي، أولادك رح يكونوا بأمان. خلص تعالي معنا يلا، أو بتصل بجدي. لا ما رح أسمح، وبيجي بياخذنا لعنده. تعالي يلا، خلص مشي معنا، تعالي يلا شوي. لو سمحتي تركيني. لا بترجعكن. أرجوكي يا ماما. يا روح أنا كتير بحبك، تذكري الشيء. ماما تركيني شوي. يلا أمي خليك قوي، وتذكر إنه الماما كتير بتحبك. يا ترى شو عم يصير هون؟ اجوا ياخذوا ابنا؟ لا جولبري؟ ليش مكافحة المخدرات اخذتها؟ لا ونحن كنا عم نأمن اولادنا وبيوت. معقول يصير هيك شي بالبناية؟ شو عم يصير؟ الشرطة اخذين جولبري مو هيك؟ اي نعم، مكافحة المخدرات عم يعتقلوها. جولبري؟ يلا امشي. اصلا انا ماني مرتاحت لهم من الاول، خاصة ابنا ابدا. انت ما تتورط معها بهالقصة ولا كلمة. سكرت امك. تعالوا خلاص اهدى. يا
نحن رح ناخذ المشتبه فيها على الفحص. كيف وضع الولاد؟ فيني اتصل واطمن عليهم بعد شوي؟ انا رح اسالك وبطمنك عنهم. ايه الله يوفقك. تعوا يا ولاد. انتو خلوكن هون يا ولاد ونحن رح نساوي كل الاجراءات المطلوبه. جوعانين؟ لا شكرا لك، بدي اتصل بعمي حتى خبره يجي، هو بيجي بياخدنا. ممكن عمكن ياخدكن اذا قدم طلب قانوني، بس بكافة الاحوال رح تضلوا هون اليوم. انتو خلوكن بهالغرفه وانا بيجي لعندكن بعد شوي. تمام. الو عمي، هنن هلا جابونا على دار الرعايه، ببعث لك الموقع. ماشي. لا تساوي هيك بحالك، عم تزعلنا. وهي رجعنا بلا ام. وهلأ عرفتي مين الأقوى جولبري خانو. بكرة بفرجيكي، رح تجي تترجيني لحتى طلعك من القصة. إذا ما خليتك تبوسي إيدي حتى أتزوجك ما بيكون اسمي أجدار على سن ورمح. أجدار، شوفي لك شبك قاعد عم تحكي مع حالك كأنه أنت شكلك جنيت على الأخير. أنا طالع بابا. لوين؟ بكرة بتعرف ورح تتشكرني. لا تجيب لنا مصيبة وما بدي منك أي شيء. جان، لازم تفهم هذا الشيء، هيك قدرنا إنه نعيش بلا أم ولا أب. بس أنا عندي أم. إيه صح عندك أم، وشوف لوين وصلنا بسببها. هي ما دخلها، أنت السبب. خلاص، إذا حكيت شيء لحدا رح تخسر أخوك. بدك يعني فوت على السجن شيء؟ ليك يا أخي، كل اللي عملته مشاننا، فكر بالموضوع شوي. لو لايك انتو رح تقضوا حياتكم بهالأبو، بس لا تخاف حياتنا رح تصير أحلى. بس أنا بدي الماما. نحنا مو بحاجة لهاي المرة لأنه بحياتها ما حبتنا. لا الماما بتحبنا، بتحبنا كتير كمان، بتحبنا كلنا. لساته ولد مو فهمان شي. وقت رح يبكي وما يشوفها، ولما يخاف المسا ما رح تكون موجودة، وبكرة بس يضل يستنى سنين توصله رسالة وحدة، وهي ما رح تبعت له رسائل أبدا وما رح تتصل ولا تسأل عنه. بيتعود مثل ما تعودنا. هلأ خلينا نروح نشوفه. يلا. إلها سوابق، نحن شفنا ببيتها 900 جرام من المخدرات، تقرير الدكتور عندك، فيك تاخذ أقواله. تمام، شف لي هذا الملف. يلا. فوتها على الغرفة لناخذ أقواله. حاضر. تعي معي، تفضلي من هون. الليلي عندك محامي؟ لا. رح نطلب محامي من النقابة، ما فيك تكوني بالتحقيق لحالك. تفضلي.
شيماء، شيماء وقفي، شو عم تساوي؟ رجعتي عملتي نفس الشيء وما جربتي تسمعيني، ما عطيتيني فرصة لأشرح لك. لو أني رحت مع حبيبي السابق وضليت معه كذا يوم شو كنت بتساوي؟ وبعدين حاولت خبي الموضوع. كنت بسمعك بالأول وبفهم منك القصة كلها، لأنه بوثق فيكي. طبيعي توثق فيني لأني ما حاولت خونك بحياتي كلها قدير، بس أنت على طول بتعمل هيك وما بيفرق معك بشعري بنوب، رح تخليني جنة. شيماء، حاجة يا شيماء، لا تعاقبيني على صراحتي معك. صراحتك؟ أنت بتخبرني بكل القضايا، بس هاي المرة ما جبت لي سيرتها ليش؟ شو بتفرق عن غيرها؟ كسرت لك قلبك، كان في بيناتكم حب كبير مو؟ ليش هاي المرة تاركة أثر كبير بقلبك يا قدير؟ جاوبني ليش ساكت؟ جيبها غرفة التحقيق. طيب أمرك حضرة المفتش، ما أجا المحامي تبعك؟ جيت حضرة الشرطي. تفضلوا. مرحبا ست جولبري، إن شاء الله رح نحل الموضوع. أنا جيت بآخر لحظة لهيك اضطريت إني أتصرف لحالي. أولادي هلأ بدار الرعاية، جيب لي خبر منهم وما بدي. طبعا طبعا تفضلي خلينا نروح. جان، بنزل بجيب لك أكل يا بطل. جيب موي، عطشان. جيت لعبك وما قبلت، ليش هيك يا أخي؟ نحن مو أخوات؟ الأخوات ما بيفترقوا. عمل شي يا حسن، مو قدراني ضل مع هدول البنات. شوفي بدرية، في حدا زعجك؟ والله بدفنه بأرضه. لا، اشتقت لكم، بدي ضلهم. جان، تعا أخي. إجعامكن يا أولاد. يعني فينا نروح؟ في شوية إجراءات لازم نعملها بالأول، بس إذا بدكن تقدروا تروحوا لعند عمكن هلأ. شكرا. أنا شو قلتلكن؟ ها؟ كفى، خلصنا. جان، ابن أخي، شو أخبارك؟ بدرية، حسن، شو أخبارك؟ منيح عمي، ليش لحتى أتضايق؟ حليت الموضوع يا عمي؟ شو صار معك؟ رح تاخدنا؟ عمي، بصراحة أنا كتير خايف. وأنا توترت ولا؟ بس هالمكان مو مناسب للحكي. أرطغرل رح يحلها. ليكو، محامينا. الحمد لله على سلامتكم. أنا ساويت الإجراءات الرسمية. يعقوب بيك الوصي السابق عليكم، لهيك بتقدروا تروحوا لعنده. شكرا كتير حضرة المحامي. يلا بتقدروا تروحوا يا أولاد.
شكرا حضرة المحامي، وتشرفت بمعرفتك. أبي رح يتصل فيك. يسلموا. تصبح على خير. يلا السيارة بالكراج. جان تعا أخي. ما في داعي، نحن رايحين على خان تاشكي. لا بدوش، جدك بالبيت هون، ما فينا قبل ما تنحل القضية لأنه بيعتبروه اختطاف. ماشي. لا تكوني مشتاقة تشوفي علي. لا عمي، من وين جبت هالحكي؟ أنا بفهم بقصص الحب، لساتكم ما تزوجتوا. إذا بتحبي علي حاكي لك أبي. لا أوعى عمي، هاد مثل الشيطان، ما بحبه ولا بدي أشوف وشه. أي ماشي لكان، ما بخليه يقرب منك. بدوش، كانت أمك خايفة ما؟ بكت كتير وقت إجت الشرطة؟